فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. طيب، إلى سنن أبي داود، القراءة، باب القراءة في الظهر، ونحن مع كتاب الصلاة. وقلنا كتاب الصلاة أوسع أو أطول كتب سنن أبي داود، سبحان ربي العظيم، من ربع العبادات. يعني قد نصل إلى نهاية الكتب الباقية ونحن في كتاب الصلاة. هنا لما يقول باب القراءة في الظهر، فيها إشارة إلى توهيم من قال بكلام ابن عباس أن النبي ما كان يقرأ في الصلاة السرية، وكلام الأحناف في ذلك خطأ. روى المصنف بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم. هذه معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك قراءة في الصلاة بحال من الأحوال، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك القراءة في صلاة بحال من الأحوال. هذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج 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 خداج، هنا ناقصة، والنقصان نقصان كمال ونقصان أصل، والنقصان المقصود به هنا نقصان أصل. فكان يقرأ الفاتحة على الأقل، ولكن قد ورد في السنن كثيرا ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة وسورة، والفاتحة وسورة في ركعتين الأوليين، وفي ركعتين الأخرين يكتفي بالفاتحة. ولذلك قال: في كل صلاة يقرأ. وأبو هريرة كان من أحرص الناس على نقل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولكنه قال: ما أسمعنا، فما أسمعنا رسول الله بالقراءة يعني أسمعناكم. والمعنى ما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة جهرنا به، وما أسر أسررنا به اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد اجتمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، وأيضا في صلاة العيدين. هذا الاتفاق، والخلاف في صلاة الكسوف على ذلك، والراجح أيضا القراءة جهرا. واتفقوا على الإصرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخرين من العشاء، واختلفوا في الاستسقاء وفي الكسوف، والصحيح الراجح فيها القراءة. ونوافل الليل أيضا يجهر بها، وقيل يجهر ويستسر، أما نوافل النهار يستسر بها. والشافعية قالوا بأن الكسوف على هذا الخلاف والتفصيل، إن كانت نهارا فلا يجهر، وإن كانت ليلا فيجهر، فجعلوها على الأمرين، ففرقوا بين النهار وبين الليل، إذ بالنهار الاستسرار لأنها صلاة سرية، وبالجهر في الليل لأنها صلاة جهرية. والجنازة، صلاة الجنازة، يستسر فيها ليلا ونهارا، وإن كان يسمعهم إن كان قد أسمعهم ابن عباس، ما أسمعهم ابن عباس إلا للاقتداء، حتى يعلموا أن في صلاة الجنازة قراءة، لأنهم يعلمون أن صلاة الجنازة الأصل فيها الشفاعة، يعني الدعاء، فهل تستقل بالدعاء في التكبيرات الأربعة أن فيها قراءة؟ فأراد أن يعلمهم ويعلمهم بأن النبي كان يقرأ في صلاة الجنازة، ولأنها صلاة إذن تحتاج إلى القراءة وقراءة الفاتحة. أما إذا كانت صلاة جهرية وقضاها في النهار، فقد قال بعض العلماء يعني يجهر بها، وقال بعض العلماء يأخذ حكم الوقت الذي يقضي فيه، وهذا عند الشافعية قالوا وجهان عندهم، والأصح عندهم أنه يأخذ حكم الموضع الذي يقضي فيه، يعني إن قضى صلاة المغرب في النهار فإنه يصليها سرية، لأن الوقت وقت الاستسرار، مع أن القاعدة العامة عند العلماء القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، فالأولى أن يجهر بها، وإن استسر فالجميع على أن الصلاة صحيحة وليس فيها ثمة شيء. ولذلك لو قضى صلاة الظهر بعد العشاء وجهان، وجه يستسر وجه يجهر، والأصح عند الشافعية يجهر، لأنه أخذ حكم الوقت الذي قضى فيه.
وحيث القول بالسنة بالترك أو بالاستسرار أو بالجهري هذا كله سنة، يعني لو جهر مكان السر أو أسر مكان الجهر كله سواء والصلاة صحيحة لا شيء فيها. المبحث هنا مبحث البحث عن الأكمل، المبحث هنا على الأكمل. وهذا حديث طبعا إسناده كالشمس، لأنه قال حدثنا موسى بن إسماعيل من قريب من ثقات الأثبات روى له الجماعة، قال حدثنا حماد بن زيد ومن ثقات الأثبات من أبسطين المحدثين روى له أصحاب الكتب الستة عن قيس بن سعد ومن ثقات، مقرونا بعمارة بن ميمون وحبيب بن أبي وحبيب بن أزيد الثلاثتهم من ثقات الأثبات، عن عطاء بن أبي رباح وهو من أفقه الناس بالمناسك وهو من أنجب تلاميذ ابن عباس، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال في كل صلاة كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث خرجه البخاري ومسلم. وعن أبي قتادة قال كان رسول الله يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول في الركعة الأولى يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح، وهذه على حال فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله في الركعتين الأوليين نعم يقرأ الآية وسورتين، قال ويسمعنا الآية أحيانا. وفي سنن النسائي من حديث البراء كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات، وهذه فيها دلالة على أن الصلاة السرية قد يجهر فيها ببعض الآيات ليعلم الذين يصلون خلفه أنه يقرأ، وأنه لو جهر حال السر أو استسر حال الجهر لا يسجد للسهو. وإن كان هذه المسألة خلافية قال بها الجمهور أنه لا يسجد للسهو، وإن كان أيضا منوط السهو في الأفعال لا في الأقوال. والأحناف قالوا أو الحنفية قالوا يسجد للسهو. وأيضا قد قال بعض العلماء الاستسرار شرط في صحة الصلاة السرية، الاستسرار شرط في صحة الصلاة السرية. والحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسر في الصلاة السرية ولكن يسمع الآيات بعض الأحيان لحكم عظيمة ليعلموا أنه يقرأ، وأيضا يقتدوا به في ذلك بأبي هو وأمي. ولا يؤخذ من ذلك أنه يجوز الجهر في الصلاة السرية عمدا ويجهر يعني في كل القراءة، هذا لا يصح، ولأن النبي كما قلت كان يفعل ذلك في أحيانا في الآية والآيتين فقط. وكان من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول في الركعة الأولى، يعني كان يقرأ سورة بعد الفاتحة، وهذا لأن النشاط متوفر لأنه أقبل على الله، فالركعة الأولى يكون النشاط فيها قوي، وركعة الثانية نعم لكنها يقلل من قراءة بعض الشيء، أما في الثالثة والرابعة لختام الصلاة فيقلل من القراءة غير أن يقرأ سورة الفاتحة لأن الصلاة لا تصح بدونها. وكان من السنن أن يطول في الأولى ويجعل الثانية على نصف من الأولى، والثالثة تكون على نصف من الثانية، والرابعة مستوية بقراءة الفاتحة معها في هذا الباب. أبو سعيد كان يقول حذرنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى أين من الظهر قد 30 آية، يسوي بين الأولى والثانية، وهذا ليس بصحيح، يعني ليس أدى من داب حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يطول في الأولى ويطول في الثانية لكن أقل من تطويله في الأولى. وكان في الفجر كذلك يقرأ في ركعتي الفجر جهرا الفاتحة وسورة، وكان يطول في الأولى أكثر من الثانية، وقلنا الحكمة في ذلك أنه عند الإقبال على الصلاة في أول أو مبتدأ العمل الذي يحدث أنه يكون بنشاطه وباستحضار قلبه وعقله فيستغل هذا ويطول حتى يستفيد أكثر استفادة من التدبر في الآيات، وعندما يخف أو تخف القوة عند النهاية تراه يقلل حتى أيضا يكون الاستعاب واستحضار القلب والخشوع، لأن الإنسان بصلاته وزنه عند ربه بصلاته والصلاة هي أعظم سبل النجاة للإنسان. الفوائد المستنبطة: فضل الصحابة في الإحاطة بفعل النبي ونشره بين الناس،
يرقبون كل فعل، كل همسات النبي، كل حركات النبي، كل سكنات النبي يتكلمون عنها، حتى أنه سأله على سكوته قبل القراءة هنيها ماذا تقول، فضل الضبط عند الصحابة، قالوا ما أسمعنا أسمعناكم أخفينا 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 عليكم. من الإحسان مراعاة الحال عند التعبد، عند العبادة، مراعاة الحال عند العبادة، هذا من الإحسان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.